سيارتي جديدة رائعة جدا. آلي شارع حمراء، علينا أن نقف. أوهو، ما هذا الجمال! مرحبا يا فتيات، جميلتين في سيارة لوحدهما. أم من هذه؟ آنسة أليكسا، ماذا تفعلي هنا؟ هل هذا كابوس؟ مرحبا سيدة أليكسا، لدي هذه السيارة من الكرتون، أليست رائعة؟ وهي تمشي أيضا. إلى المدير بسرعة. إذن هيا أيتها الآلة، أريد أن آكل. هاي، أنا الأشياء لذيذة، أعطني قطعة شوكولاتة صغيرة. إنها معطلة. غريس، ما بك؟ هل الآلة معطلة؟ غريب، سأقوم بتسوية الأمر، لا تقلقي. إلى أين؟ أريد شيئا لذيذا الآن. إذن أين الكرتون خاصتي؟ ها هو. أحتاج أيضا إلى سكين متعددة الاستخدامات. أقطع الأشكال التي أحتاجها وألصقها جميعا معا باستخدام الغراء. أفعل كل شيء. والآن أقطع هذه العصا الخشبية الصغيرة باستخدام هذه القطعة. إذا لم تعرفوا بعد، أنا أقوم بصنع آلة حلوى خاصة بي. سأحصل على الكثير من الحلويات المختلفة، ولن تتعطل الآلة أبداً لأنني صنعتها بيدي الذهبيتين. الآن أحتاج إلى هذا النابض الصغير. أضعه على العود الخشبي، وبعد ذلك ألصقه هنا وأقص الزوائد. والآن هذا هنا، وهذا فوقه هنا، والماكينة جاهزة تقريباً. رائع! علبة الحلويات جاهزة، علي لصقها هنا بالشريط اللاصق وأغلقه. نعم، الغطاء يعمل. لا يمكنني ترك الأمر هكذا، علي أن أضيف بعض الألوان. سأقوم بتلوين الآلة بألوان المفضلة. انظروا فقط كم تبدو رائعة. والآن الجزء الأفضل هو سكب الحلوى في الآلة. لدي السكيتلز وأمندمز، ولدي أيضا حلويات صغيرة نيورتز. ثم تأتي دبابة هاربو وتيك توك أخيرا. وألصق الشعار أسفل كل قطعة حلوى لتوضيح مكانها. ممتاز، والآن علي وضعها في أبرز مكان، مثلا هنا. لا أحد يحتاج إلى الكرة الأرضية. هذا رائع جدا. كم تعبت من الرياضيات. ما هذا، ماكينة حلوى؟ أنا بحاجة ماسة لوجبة خفيفة، تفضل، وأريد سكيتلز. كل شيء سيتم الآن. أضع هذا الكأس تحت السكيتلز وأضغط على الزر. هذا يكفي، صحة وعافية. أنا أريد أيضاً، أعطني بعض الحلوى أرجوك. أنا الآن رجل أعمال، المزيد من المال. نعم، اسكبوا لأنفسكم. الدفع نقداً فقط. ها هو الكأس. إلى اللقاء وداعاً. آنسة أليكسا، أريد تيك تاك، أمسك الدولار وأعطني كأساً. ها هو، تفضلي، أفضل كأس لك. شكراً، أنا أعشق التيك تاك. كوينتين، أنت فتى ذكي جداً. إلى اللقاء آنسة أليكسا. لقد ذهبت. هاي، اليوم عيد ميلادي، ماذا أهداني أبي وأمي؟ يا له من صندوق جميل. ما هذه، دمية قديمة؟ لقد لعبت بمثلها منذ سنوات. أبي، أمي، أريد مثل هذه الآلة، أنا مستاء جدا. أختي لا تبكي، أستطيع مساعدتك. أنا أعرف كيف أقدم لك هدية الأحلام. لحظة كاندي، لدي كرتونة ضخمة، أستطيع أن أصنع آلة ألعب بنفسي. انظروا، الآن أقطع الأجزاء الضرورية من الورق المقوى باستخدام السكين، ونلصق كل شيء معا. وأعطوني الأكواب البلاستيكية. ممتاز. الآن أحتاج إلى صندوق مثلث هنا. أمي أعطني إياه.
أها شكراً. هذا هو المطلوب. أبي أعطني المزيد من القطع المستطيلة. ألصقهم هنا هكذا. بقي القليل وأختي سوف تكون سعيدة. أريد أن أساعد أخي، سيحتاج إلى هذا بالتأكيد. آه ها هو، أمسك كوينتن. كيندي أنت رائعة جدا، شكرا لك. ألصقها هنا. تبقى لصق القليل من الأجزاء والماكينة جاهزة. الآن الجزء الممتع، التلوين. أحتاج إلى تلوينها بألوان زاهية قدر الإمكان لأنها هدية لأختي الصغيرة. هنا ألون بالأزرق، واللمسات الأخيرة هي اللصقات. تادام، العمل جاهز أختي. واو. إذن لنلعب الآن. الآن سوف نضعها على الطاولة ويمكننا الاستمتاع. أوي انتظروا، نسيت أن أفعل شيئاً آخر. سألون هذه الزحليقة، ستكون زرقاء أيضاً، وألصق نقطة الانطلاق. انتهيت، يمكن اللعب بالتأكيد. انظروا، علينا أن نرمي الكرة من هنا وسوف تتدحرج وينتهي بها الأمر في الملعب. من يريد أن يبدأ أولاً؟ أمي؟ نعم أنا أريد. علي أن أضع الكرة هنا وستضربها فتاة عيد الميلاد كيندي بهذه المطرقة. هيا ليبدأ المرح الآن. واو أليس رائعا؟ كل شيء يعمل كما شرح لنا كوينتن تماما. آه لقد ربحنا كيت كات. تفضلي. كم هذا رائع. يوم ماما يمكنك أن تضربيها الآن. بكل سرور. على ماذا سأحصل؟ إيو جبن عفن، هذا مقرف، أنا لا أحبه. حسنا لا أستطيع أن أفعل شيء، سوف أتذوقه. حسنا حان دورك الآن يا زوجي. هل يمكنني أنا؟ أنا متحمس جدا. لننطلق. أوه آمل أن أحصل على شيء لذيذ. أوه لا إنه بروكولي، لكن القواعد هي القواعد، علي أن أكل هذه الخضار الخضراء. أبي حان دورك الآن. أنا لدي مطرقة كبيرة، بمساعدتها سأفوز بالتأكيد، سأحصل على الجائزة الكبرى. هيا أيتها الكرة لا تخذلينني. ما هذا، فلفل أحمر؟ يبدو أن مطرقتي خذلتني. هيا يا حبيبي يمكنك فعلها. سأجرب. أو لا إنها حارة جدا. أوه عزيزي يمكنك إشعال الشموع بهذه النيران. كم هذا رائع. وأنا أستطيع أن أتمنى أمنية. أوه شكرا لكم، أنا سعيدة للغاية. أخي أنت الأفضل، أحبك. كوينتن انظر إلى الهامستر الجميل الذي أهداني إياه جدي وجدتي. أيضا أهدوني هامستر لكنه أسود. إنه رائع، انظري. لا أعرف، يبدو لي أن الهامستر خاصتي أفضل وأجمل. ماذا؟ لا، الآن سوف أبني منزلا له وسنكتشف من هو الهامستر الأفضل بيننا. والآن ها هو الكرتون المفضل لدي. ألصقهم معا وأضع هذه العريضة في المنتصف. مثالي. والآن وقت التلوين. سوف ألون باللون الأزرق على جانبي، وعلى جانبك سألون باللون الوردي. تادام. والآن سوف أنشئ الكثير من المستويات المختلفة في الداخل. ستكون هذه الأرضية خضراء، وسأضيف الكثير من الأشياء الممتعة للهامستر، وسأفعل نفس الشيء لك أيضاً. نضيف بعض الأشياء الممتعة والشيقة وبعضها خطيرة جداً وتولم. أي ما هذا؟ حسناً سأضعه هنا أيضاً. كل شيء جاهز، سوف أطلق الهامستر الأذكى والأفضل. هيا يا صديقي. وأنا سأطلق صغيري، هيا يمكنك أن تفعلها، سوف تفوز. هامستري هو من سيفوز. هيا يا صديقي، هيا تستطيع فعلها. انظري كم هو ذكي، إنه يتغلب على كل العقبات.
كاد أن يصل. لا تخاف، هيا أقفز. هيا يا صغيري. أو لا، هامستر كوينتن يفوز. هيا لا تتوقف بسرعة، اذهب إلى خط النهاية. يمكنك فعلها يا عزيزي. سأكون في انتظارك عند خط النهاية، سوف أطعمك. هيا كن حذرا. لم أكن أعلم أنك تستطيع فعل ذلك. نعم، الهامستر الخاص بي يتعادل مع الهامستر الخاص بك يا كوينتن. هيا هيا يا صغيري، إنه يلحق بك. لقد بدأت المرحلة الخطيرة. من سيكون الأول؟ باقي القليل. هاي، الهامسترات وصلوا في نفس الوقت. قفي، الجائزة لي. صغيري وصل أولاً. لا، صغيري تفوق على همسترك. آي، انظر، لقد أصبحوا أصدقاء. ربما يجب أن ننسى هذه المسابقة. أحبك يا أخي. بما أن فيديو اليوم أعجبكم كثيراً، شاركوه مع أصدقائكم، ضعوا إعجاب واشتراك على قناتنا، وإلى اللقاء يا أصدقاء.